السلام عليكم، يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله في قناتي. معكم اخوكم العي خليفة، واليوم راح اكلمكم عن برنامج ميمو من شركة دي جي اي، فخليك معاي عشان تعرف اكثر. وقبل أن نبتدي حلقتنا اليوم، يا ريت تدعمني وتضغط على زر اللايك وتشترك في القناة اذا ما انت مشترك، وتفعل زر التنبيهات. ليش تفعل زر التنبيهات هالمرة؟ لان ان شاء الله هذه الحلقة عن برنامج الميمو من شركة دي جي اي راح اتكلم فيها، او راح اخليها ثلاثة اجزاء. راح اخليه ان شاء الله ثلاثة اجزاء، كل جزء بتكلم فيها شلون البرنامج يخدم هالثلاث اجهزة. الجزء الاول راح اتكلم عن الاوزمو موبايل 3، والجزء الثاني ان شاء الله راح اتكلم عن الاوزمو بوكيت، والجزء الثالث راح اتكلم عن الاوزمو اكشن. فتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر التنبيهات علشان اول ما نرفع الفيديو يوصلك التنبيه وتشوف الفيديو اول باول. والحين يلا نبدأ. طبعا حتى انت اذا للحين ما شريت الجهاز، او للحين ما شريت اي احد من منتجات دي جي اي، للحين تقدر تنزل ابليكيشن وتشوف الفيديوهات والدروس ونتائج الناس، يعني كأنك بتدخل يوتيوب بس خاص بشركة دي جي اي، وبتشوف الفيديوهات عن كل منتج وبتتأكد هل اصلا يفيدك ولا ما يفيدك هذا المنتج قبل لا تشتري. فالبرنامج ممكن شوي يأكد لك القرار ان انا ابي اشتري واحد من هاي الاجهزه. فنزل ابلكيشن جابر، شوف الفيديوهات، شوف الناس شو مساويه، بعدين بتعرف هل يصلح لي هاي الجهاز ولا ما يصلح لي. الحين خلينا نتكلم عن الابلكيشن اكثر. وفي البدايه احب اذكر لكم ان هذه الابلكيشن مشترك بين الثلاث اجهزه هذه، فممكن ان انت تصور بالاوزمو موبايل، بعدين تنتقل وتصور بالاوزمو بوكيت والاوزمو اكشن، وتنقل كل الفوتج في برنامج واحد، يكونون كلهم عندك مع بعض، وممكن انك تمنتجهم في نفس البرنامج. والبرنامج ما يحتاج فلوس، مجاني، لكن الخصائص اللي فيه بسيطة. فانت ممكن تجمع كل الفوتج مالك داخل برنامج واحد اللي صورته عن طريق الاوزمو اكشن، الاوزمو بوكيت والاوزمو موبايل. فهي شيء وايد حلو ان شركة دي جي اي جمعت كل الكاميرات هذه في ابليكيشن واحد. وطبعا اليوم حلقتنا بتكون عن الاوزمو موبايل 3. ماي وايد عود جي، تعال شوي هني. واليوم انت راح تكونون على جنب لما نخلص من الاوزمو موبايل، ونشرح الابليكيشن اللي متوافق مع الاوزمو موبايل، ونشوف شنو الفيتشرز وشنو الاشياء اللي يعطينا اياها الابليكيشن مع الاوزمو موبايل. وطبعا في البدايه، اول ما تفتح التطبيق، تطبيق الاوزمو اللي هو دي جي اي ميمو، راح يكون هاي واجهات التطبيق. لكن راح تلاحظون انه فاتح لي اشاره هني اقصى اليسار فوق في الاعلى، يطلب مني اني انا اشبك عن طريق البلوتوث، او يقول لي ما في كونكشن حاليا. فانا الجهاز لح ما فتحته، مجرد ما اضغط على زر التشغيل وافتح الجهاز فتح لي الجهاز وصار كونكتد. خلني اشوفه كذي عن طريق الافقي، راح احاول انزل الجهاز شوي عن الاضاءة ذي عشان يبين. اوه شوف الخشرة ماشرة هناك، هاي الستارة. ها اوكي، شوية عشان يبين كل الشغلات هذه. اوكي، شيل المنفاخ هذه. اوكي، فلاحظوا معايا الحين انا بشرح لكم، وتشوفوا انتم في الشاشة عندكم مفروض يطلع. بتكلم لكم عن الاشياء اللي موجودة في الابليكيشن نفسه. اول شيء اعلى اليسار لو تلاحظون زر الهوم، هذه لما تضغط عليه، تضغط على زر الهوم بيوديني حق هاي الصفحة. هاي الصفحة إذا تلاحظون فيها على اليسار، إذا ضغط على زر الكاميرا بيرجعني حق الابليكيشن مرة ثانية. زر اليمين أو الايكون اللي على اليمين هذه زر المانيوال. طبعا أنا لأن قاطع الخدمة حاليا فما في خدمة، يفتح لي هني المانيوال الأشياء، خلينا نقول شو ممكن إعدادات الجهاز، الأسئلة، المرشنة، وكل المانيوال أز بي دي اف فايل أعتقد هني بيكون موجود. لو تلاحظون ننزل تحت شوي بيكون عندنا هذه الاشياء الجديده، التحديثات الجديده، تلاحظون هذه اللي قاعد الفها، اشياء ممكن تفيدك، اشياء في فيديوهات، ممكن يكون عندك الكونكشن مع الدي جي اي سبورت ان انت تتواصل معاهم لو اي مشكله عندك، ما تحتاج تدور في النت ولا غيره، تراويهم مشكلتك في الجهاز عن طريق الابلكيشن نفسه. بعد البانر لما تنزلون تحت بتلاحظون ثلاث خيارات عندي، الاوزمو بوكيت والاوزمو اكشن والاوزمو موبايل 3. هذه الثلاث خلينا نقول اقسام كلها فيها فيديوهات تعريفيه، طرق شلون الناس صورت اشياء، يعني
يعني اشياء تلهمك ان انا شلون ممكن اصور مقاطع، شلون ممكن اسوي نفس هذه الاشياء، نفس اللي سووها الناس، نفس الكوميونتي موجود هنا. حلو. فانا لما اروح على الاوزمو موبايل 3 بلقى حتى دروس توتوريالز اشياء موجوده تساعدني انا شلون ممكن انا اسوي انفذ الفيديو عن طريق يعني فكرتي الخاصه. نزل تحت بعدين عندنا من اليسار في زر الهوم، هاي معروف. الوسط بيكون زر اللي هو الفيديوهات الخاصه مالتي. انا الاشياء اللي موجوده اللي صورتها بالتليفون ممكن اضيفها هني. ولاحظوا هني اذا انا بضيف الماي ستوري ممكن انا اسوي اشياء اعدلها بروحي، يعني اختار بعض الاشياء اللي ابي اسويها واقوم اطق عليها ادت. ومثل ما قلت لكم ممكن انا امنتج هذا الفيديو الموجود عن طريق التليفون عن طريق البرنامج نفسه، ما يحتاج اروح حق برامج ثانيه او ممكن اشتري برامج ثانيه، لا ممكن يسوي لي هاي الاشياء كلها في البرنامج نفسه. في كل الخصائص تحت ممكن اذا رحت اقص الفيديو، ممكن احط ترانزيشن بينهم بين هذولين، يعني النقلات هذه اللي ممكن احطها، ممكن اختار اشياء يعني بسيطه لكن ما تلقاها، يعني ممكن تلقاها في فيديو في برامج المونتاج الثانيه، وفي نفس الوقت ممكن تلقاها هني ما احتاج انك تطلع. انا في بعض احب انوه هني بعض التفاصيل اللي راح اذكرها هي مشتركه بين كل الاجهزه، يعني ما راح تلقاها موجوده على الاوزمو بوكيت وعلى الاوزمو اكشن، فراح اشرحها هني ما راح اشرحها مره ثانيه في الفيديوهات الثانيه. عموما ما بتكلم وايد عن التفاصيل هذه، ممكن انا راح اسرع الفيديو نفسه. كل شيء كل الخيارات موجوده اقدر استفيد منها. ممكن يعني ان استفيد من البرنامج بشكل وايد حلو، ان انا الفيديوهات اللي صورتها اقدر امنتجها. القصد اللي رويتكم اياه هني انا راح اقدر احط كل الفيديوهات اللي ابيها اللي صورتها بالاوزمو موبايل والاوزمو اكشن والاوزمو بوكيت ومنتجها من خلال البرنامج. فالبرنامج فيه هذه الخاصيه اللي تعطيني ان اقدر امنتج الفيديوهات داخل البرنامج نفسه، ما احتاج اني اطلع واروح برامج ثانيه. اخر سكشن هنا عندنا هو السكشن اللي هو البروفايل مالي. لو تلاحظون على اقصى اليمين تحت في صوره ايكون شخص، اذا فتحته لازم اسوي لوجن او ريجستريشن اذا انا ما عندي حساب، وانا عندي حساب هنا اقدر اسوي ريجستريشن. اذا سويت ريجستريشن راح يدخلني على مكان انه ممكن اشوف فيديوهات الناس اللي سويت لها لايك، اللي سويت لها شير، فيديوهاتي اللي صنعتها اللي سويتها هني ممكن اسوي لها شير عن طريق الابلكيشن نفسه. لكن احنا حاليا اكثر ما يهمنا من الابلكيشن هو الايكون اللي فوق على اليسار، وهي خاصيه التصوير عن طريق البرنامج نفسه. واول شيء لو تلاحظون هني على اليسار فوق في الزاويه بتلاحظون يم زر الهوم في بطاريه، ايقونه بطاريه، ويمها شكل الجيمبل نفسه. هذي قاعد يقول لكم ان بطارية الجهاز نفسه هي تقريبا فل، ما تحتاج شحن، موجودة، فممكن تعطيك مثل ما ذكرنا الاوزمو موبايل ممكن يعطيك الى 15 ساعة عمل تشغيلية او شيء كذي. بعدها بتكون بطارية اللي يستعرضها لك هي بطارية الجوال نفسه. بعدين اشارة الفلاش محطوط عليها شخطة ان هي ممكن ان هي احنا صاكين الفلاش. بعدين على اليسار بتلاحظون في ايقونة مكتوب عليها اوتو، اذا ضغط عليها هذه الخيارات او هذه الخيارات اللي موجوده حق التصوير سواء الفوتو ولا الفيديو. اذا كنت فاتح الفيديو بيعطيك الخيارات اللي مكتوبه لك سواء كنت على الاوتو ولا كنت على المانيوال. اذا كنت على الاوتو طبعا ما بتقدر تتحكم في هاي الاشياء الا اللهم انك تزيد الاكسبوجر او تقلل الاكسبوجر، وهو بروحه يحط لك الشتر سبيد المناسب او الايزو المناسب. اذا رحت على المانيوال ممكن تتحكم بكل شيء بروحه، ممكن تزيد الايزو، ممكن تقلل الشتر، ممكن تزيد الاكسبوجر وتقلله. لكن العيب في هذه الاشياء او العيب في 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 برنامج الدي جي اي انه ما يتاح لك تغيير الابرتشر نفسه. فاذا كان عندك مثلا اشياء كنت تصور في النهار وانت ما تبي تتغير عن الشتر على اساس انه يكون الفوتج لك يبين انه هو مثل ما يقولون سينيماتيك فوتج هاللون، فيخلونه 24 فريم او 30 فريم، بس انه مثلا فتحه العدسه عندك 2.8 فبتتاذى وايد في الاضاءه القويه. فهني يدور الفلاتر انك تحتاج تضيف فلاتر سواء على التليفون اللي هو الجوال او على الاوزمو اكشن او الاوزمو بوكيت. والحين نطلع من هذه الايقونه ونروح حق الايقونه اللي بعدها. عندنا هذه يعطينا الريزوليوشن اللي هو ال 4K ولا الفول اتش دي
وتحتها اللي هو الفيديو فريم ريت، ان انت ممكن تخلي 60 فريم او 30 فريم. اذا رحت على 4K انك تختار 30 فريم او 24 فريم حسب الاحتياج اللي تحتاج انت. بعدين الايكون اللي تحتها بتلقاها هذه خاصة بالسكن، اللي هي ممكن تحدد ان انت والله مثلا بتصور شخص ممكن يعدل لك السكن، ينعم بعض الاشياء، يكبر العين، مرش يساوي على شيء، يعني سوالف يحبونها في امن الناس يعني. المهم نروح حق الخاصية اللي بعدها، وهي الثلاث نقاط اللي في الاسفل اذا تلاحظونها لما نضغط عليها بيعطيني اعدادات ثانية. هني الفلاش مثل ما ذكرت لكم كان اوف، خلنا افرض ان انا خليته اون، فعلى طول عطاني، تشوفوا لاحظوا الاشارة الفلاش اللي فوق طلعت معاي ان هي صايرة واضحة، ولو تلاحظون يدي هني عليها في اضاءة فلاش موجودة، فهو شغال حاليا الفلاش. اذا تشوفونه خلوني ارويكم اياه بالكاميرا هني، تشوفوا الفلاش شغال. فهذه الايكون ممكن اني انا اشغل الفلاش عن طريقها. نرجع حق الخصائص هذه ونسكر الفلاش لانه هو يعطيني خيار always on او off. اوكي، بعدها عندي الوايت بالانس، ممكن اني اختار اي شيء من الوايت بالانس هني او اني اختار الاوتو. وبعدها عندي خاصية الجريد او الجايد لاين، الجريد لاين هذا لو تلاحظون في اما يكون بالخطوط هاي المربعة اللي هو الرول اوف ثيرد نفس ما نحن نعرفه، او الاكس هذه، هذه يساعدك وايد حق ان انت تحدد اللي تبيه، يعني نقاط القوة وغيره في الصورة نفسها. وبعدين نروح حق الخاصية اللي بعدها، لو تلاحظون مكتوب وان بريس اكتف تراكنج، فانا لما اطق على البريس التريجر تو انيبل اور ديسيبل اكتف تراكنج، التريجر مثل ما ذكرت لكم هذه الزر اللي تلاحظونه هني ورا، لما اضغط عليه ضغطه فهو يسوي اكتف تراكنج. فانا خلوني افتح هذه الخاصية، لو فتحت هذه الخاصية وقعدت اصور على السيلفي مود، يعني مفروض افر الكاميرا القدامية كذي، ايوه هذه انا قاعد اطلع، فانا لو ضغطت، لاحظوا الشاشة الحين عندكم ريكورد، لو ضغطت ضغطة واحدة ايوه اي شوفوا ضغطة، فانا الحين لو ضغطت ضغطة واحدة على الترجر شغل معاي الاكتف تراكنج، فانا ممكن اتكلم واسجل كل شيء والتلفون هو اكتف وياي، فانا بس على طول مجرد ما اضغط ضغطة ثانية خلاص وقف خاصية الاكتف تراكنج. اوكي الحين وصلنا معاكم لليمين، اسفل اليمين لو تلاحظون زر البلاي هني يعرض لي الفوتج مالي انا اللي صورته من قبل، وشو ممكن يعني انزل بعض الصور او استعرض بعض الفيديوهات او غيره. الايكون اللي بعدها لو تلاحظون اشارة اليد مكتوب عليها اوف. تكلمنا من قبل عن خاصية التصوير بالايماءات، ان انا ممكن اسوي له بهاي الطريقة او هاي الطريقة، وعلى طول الاوزمو او يعني الموبايل او البوكيت يبدي يصور على طول عن طريق الاشارات، مو متاكد اذا البوكيت نفس الشيء بس الاوزمو موبايل فيه ذي الخاصيه. فمجرد ما انا افعل هذه الخاصيه نضغط على زر الاون، حتى الحين صار انه في انيبل، برجع الجيمبل على السنتر وبضغط ثلاث ضغطات عشان يصير يقلب معي الكاميرا الاماميه. الحين انا موجود، انا سويت هاللون على طول صور، حتى بدا التصوير معي الحين، هو الحين هو قاعد يسوي تراكنج باي ديفولت. سوايب تو سيلكت اوبجكت، اوكي خلاص هو الحين مسوي معاي الفولو. بس عيب هذه الشغله ان انا لما بديت افعلها وصورت ما اعتقد انه هو يوقف، لاحظوا انا ممكن الحين ابي يوقف بس ما قاعد يوقف، ما في ذي الخاصيه. هذه شيء حبيت انه لو كان مثلا انا وقت اللي خلصت ممكن اشر بطريقه معينه او اقول شيء ستوب ريكوردينج مثلا ويوقف، بس ما في ذي الخاصيه، لازم اضغط بيدي. فلاحظتوا هذه الفكره ان انا مجرد ما افعل هاي الخاصيه اضغط اسوي بهاي الاشاره على طول يبدي معاي يسوي ريكورد او يسوي فوتو. انا نجرب في الفوتو نفس الشيء، اذا رحت على خاصيه الفوتو الحين موجود انا، مجرد ما اسوي بهاي الطريقه واقعد يصورني سيلفي خلاص صورني، او اذا سويت بهذه الطريقه خلاص الابلكيشن يعرف، شوفوا ولاحظوا يلاحقني يسوي تراكنج علي. فهذه شيء وايد وايد حلو في الموضوع انه هو يسوي تراكنج وقت اللي بيصورك. فانا الخاصيه ممكن اخلي التليفون بعيد عني واضغط واروح اشر له ويصورني في اي مكان كنت، ما احتاج احد يكون معاي. ف برافو عليكم دي جي اي. وروح معاكم الحين حق الستوري مود،
الايكون اللي تشوفونه مكتوب عليه حرف الاس فوق. اذا اخترينا الاس هذه بيدخلني على نماذج موجوده، ممكن اختار اي نموذج منها واسوي فيديو. سويتها من قبل، ما راح اكررها، موجوده في فيديوهات سابقه، تقدرون تروحون تشوفونها لان بتاخذ مني وقت اذا ابي امنتج، لكن بعرض لكم النماذج الموجوده. لحظه، هذه نموذج ممكن انا اشوفه والله اذا عجبني اطق ستارت واختاره، او مثلا عندي النموذج والحين نروح معاكم حق الخيارات الموجودة مثل التايم لابس، الفوتو، الفيديو، البانو، هاي الأشياء بنشوف كل واحد شنو على السريع. أول واحد من الأسفل بيكون عندنا الهايبر لابس. الهايبر لابس هو نفس التايم لابس، بس مجرد ما تضغط على التايم على زر الريكورد ممكن تتامشي وهو يصور لك تايم لابس، وبعدين يجمع لك فيديو طويل مسرع كامل نفس فكرة التايم لابس، بس اللهم أنت بتامشي بالجهاز. التايم لابس نفس الفكرة، أول ما تفتح التايم لابس بيقول لك use the tripod for better shooting result. أوكي، don't show it again. فهو قاعد يقول لك الترايبود أحسن حق التايم لابس. من تضغط على التايم لابس تلاحظ تطلع لك أعلى الجهاز فوق في الأشياء اللي ممكن تحددها. أول شيء هي الفترة بين كل صورة والثانية، تبيها ثانية، ثانيتين، ثلاث، نص ثانية، زين. وبعدين تحدد الديوريشن، اذا الديوريشن عندك اللي هي الفتره، خلينا نقول مثلا انا بصور تايم لابس مدته دقيقه. لاحظوا فوق في المستطيل الصغير لما حددت دقيقه ومده ثانيه يقول لي راح اعرض لك بس ثانيتين مجموعه او مده الفيديو اللي راح اعرضه. فانت كل ما زيت الديوريشن، خلينا نفرض انا حطيت 5 دقائق صار عندي 10 ثواني، اذا رحت انا حق 30 دقيقه الديوريشن مال التايم لابس بيقول لي ترى بيطلع بريزولت دقيقة واحدة بس، فهو يعطيك هاي الأشياء. الخاصية الأخيرة وهي البث، لما تروح على البث هذه حلوة، هذه نفس فكرة الموشن لابس اللي موجودة على الأوزمو بوكيت. فأنا ممكن مثلا إذا رحت على البث وطقيت أنه والله الخيار الأولي أو الأول لقطة أحتاجها تكون هني، لقطة الثانية أروح أحدد أحتاجها تكون هني، لقطة الثالثة أحتاج تروح هني. هذه مو لقطة، هاي أقصد البوينت اللي هو راح يبدي فيها من وين وينتهي في وين. فأنا مثلا لو طقيت بلاي راح يبدي من هذه المنطقة ويقعد يأخذ لي لقطات لين يخلص البث اللي رسمته أنا، الخط هذه اللي رسمته. عقب خاصية التايم لابس عندنا السلو موشن، عندنا الفيديو، عندنا الفوتو، عندنا البانو. وين البانوراما؟ هذه البانوراما. البانوراما في فكرة أن أو في خيارين. الخيار الأولي مثل ما ذكرت لكم لو تلاحظون هني عارض لكم 3x3 اللي هو ثلاث صور فوق وثلاث صور في الوسط وثلاث صور تحت. لو اختاريته وطقيت على ريكورد راح يسوي هاي الحركة، لو تلاحظون تشوفون التلفون، فقاعد ياخذ ثلاث صور فوق ثلاث صور في الوسط وثلاث صور تحت عشان يطلع لي بنتيجة تقريبا نفس الفيش آي كذي، هاللون صورة عريضة كأنها سوبر وايد أنجل يعني. شوفوا هاي الصورة سووها بعد دقيقة واحدة الحين. وخيار الثاني مال البانوراما كما هو معروف ال 180، ما عندي مكان اني اقدر اصوره، لكن هاي الخيارات موجودة. واخر خيار مثل ما ذكرت لكم هو الستوري مود. ملاحظين انت؟ اوكي. في شيء ما ذكرته حاليا وهو لما تروح على الثلاث نقاط هذه نسيت اذكره، وهي الايكون الثانية اللي في الوسط على اليسار تشوفونها، اذا ضغطت عليها يعطيني بعض الخيارات هني. الفولو مود هني او التلت لوك مود او الاف بي في اللي هو فولو بوينت اوف فيو شيء كذي مود، والسبين شوت. هاي السبين شوت يمكن انا طلع لي فتره اخيره ما لاحظته قبل. لو تلاحظون لو تتذكرون ذكرت لكم في فيديو المقارنه بينه وبين الزيون سموث كيو 2 ان الزيون في خاصيه ال 360، الحين اعتقد سووها هني. فانا لما اختار هذه الايكون اللي قلت لكم السيتنج وبعدين اروح سبين شوت واضغط على الكنترولر هني، هذه الكنترولر جهاز التحكم ذي نفسه، ولو سويت بهذه الطريقه لحظه قاعد يسوي لي السبين، هذه الافكت اللي هو مو 360 لان الاوزمو لا يعني محدوديه، فلو تلاحظون بيوصل مكان تشوفوه قفل ما يواصل نفس الزيون. الزيون فيه الخاصية انه يفتر كامل ويواصل 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 كذي، بس الاوزمو ما فيه ذي الخاصية طبعا.
لكن ممكن انت تسويها كمقطع بسيط، ان انت بس تسوي فليب بسيط وبعدين يكون جزء من المقاطع الثانيه. فهذه توني مكتشفها وشيء حلو. الايكون اللي بعده ممكن افعل خاصيه السبورت مود من هني. بعدين في عندنا الزوم سبيد، بتلاحظون لان الجهاز فيه زر هني حق الزوم ان والزوم اوت، هو ممكن تسرع او تبطئ هاي الخاصيه. الكنترول ستيك سبيد، كل هاي الاشياء تتحكم في الازرار الموجوده. نفس الشيء اذا انا طقيت انفيرت بانو، اذا انا قاعد اسوي الكنترول هذه، خلا اغير هذه السبانو ولا شيء واحطها على الفولو او تطلق. اوكي اذا خليته، لو تلاحظون الكنترول هني لما اروح على جهه اليمين قاعد يلف لي الجهاز جهه اليمين، ولما اروح على الكنترول جهه اليسار يلف الجهاز جهه اليسار. اذا جيت سويت انفيرت، لما الف بالكنترول يسار المفروض يروح يسار، لاحظوا عكس، فعكاس لي العمليه. ففي ناس ترتاح حق ذي الشيء، في ناس ترتاح حق ذي الشيء، لان انت ساعات انت تلف بالكنترولر يسار يروح الجهاز يمين، فانت يعني بعقلك ما تستوعب ذي الشغله، ف خلوا لك ذي الخيار موجود. ونفس الشيء موجود عندك التلت، اللي هو انه تروح فوق وتحت، نفس الفكرة اذا انت رفعت الكنترولر او نزلته شلون تبي استجابة الجهاز لك. واخر شيء عندنا في هذه السيتنج اللي هو الخاصة بالجيمبل، لما تلاحظون معاي هني كلمة برس ام بوتوم، تعطيني خيارين اللي هو سويتشنج بين الفوتو او الريكورد، يعني اذا انا كنت على الفوتو تقلب معاي للفيديو، او الفيديو تقلب معاي للفوتو، او انا تعطيني كويك منيو. خلونا نشوف اول شيء الخاصيه الاولى ايش قاعد تساوي، سويتشنج بين فوتو والفيديو. لما اضغط على زر الام الموجود على الجيمبل هني يسوي لي سويتش، اذا كان فوتو يروح على الفيديو، واذا اضغط على ضغطه بيروح حق الفوتو. فهذه الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه اللي هو الكويك منيو، الكويك منيو ممكن انا اضغط ضغطه واحده يعطيني الخيارات الثانيه. انا حاليا يمكن ما ابي امسك الجهاز، فانا ممكن اروح بس من هني من وانا ماسك الجهاز نفسه، ما احتاج اجلس التليفون، فاضغط على الام بوتوم ويتنقل لي بين الجميع، بين كل شيء، بين الفيديو والفوتو وحتى البانو والستوري مود، كلهم موجودين هنا بدون ما احتاج المس الجوال نفسه. فهذه خاصيه حلوه، انا عاده اخلي ذي الخاصيه بدال انه يتنقل لي بين الفوتو والفيديو. وبس لهني، اتمنى يكون عجبكم الشرح. هذا كان الجزء الاول، خلونا نشوفكم في الجزء الثاني من البرنامج وتطبيقه على الاوزمو بوكيت. بس لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه يا الحبيب، وتأكد انك مفعل زر التنبيهات علشان يوصلك الاشعار اول ما نرفع الفيديو الثاني. في امان الله.